نضغط على ريفريش باش نشوفوا انضافت الاموال، وكما قاعدين نشوفوا ولات 27.82 دولار. هلا ومرحبا بكم في عالم امين، ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو هذا باش نقدم لكم زوز مواقع نجموا نربحوا منها من مشاهده الاعلانات. الحد الادنى للسحب 2 سنت الى بنك الباير. في الفيديو هذا باش نقوموا بطريقه التسجيل، طريقه العمل في المواقع هذه، باش نقوموا باثبات السحب زاد. قبل ما نمشيو نشوفوا الامور هذه الكل والمواقع الربحيه هذه، ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من الانترنت. واللي عنده اي استفسار واي تساؤل تلقاو الصفحه الرسميه بتاعنا عالم امين على الفيسبوك في صندوق الوصف. نبداو ونشوفوا المواقع اللي باش نشرحوها اليوم. هما زوز مواقع، الموقع هذا اللي كيما قاعدين نشوفوا فيه فيو اكس بوكس، والموقع ارغون كليك. دابا باش نقوموا بطريقه التسجيل، نفسها العمليه طريقه التسجيل سهله. المواقع هذه الاثنين باش تلقاوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. انا كنت كاتب مقاله على المواقع هذه، تلقاو روابط التسجيل اسفل الفيديو في صندوق الوصف في المقاله هذه. طريقه التسجيل ببساطه جدا، تضغط على ريجستر ناو وتقوم باكمال المعلومات الخاصه بيك من يوزر نيم، من ايميل، وهوني باسورد واعاده كتابه الباسورد. تضغط على ريجستر هوني من غير تفعيل الايميل الخاص بيك. هوني موقع ارغون كليك، تضغط على ريجستر زادا ومعناتها تقوم باستكمال المعلومات الخاصه بيك من يوزر نيم، من ايميل وباسورد. هوني توافق على الشروط، هوني تضغط على كرييت اكونت كما قلنا من غير تفعيل. الفائده نمشيو نقوموا بالدخول لحساباتنا الاثنين باش نجمو نشتغلوا عليهم فرد وقت، يعني باش نضاعفوا الارباح الخاصه بينا. نشتغلوا على زوز مواقع، زوز مواقع هذه كما قاعدين نشوفوا، واني عندي 137 كوين تو باش نحولوهم ونسحبوهم على بنك الباير. زاد هوني الحساب الخاص بيا في اغرون كليك، كما قاعدين نشوفوا عندي رصيد باش نقوموا باثبات السحب. باش نشوفوا طريق، هما ثم ثلاث طرق نجمو نربحوا منها من الموقع، من زوز مواقع هذه اللي هي مشابهه لبعضها. اول طريقه واللي هي الفيو ادز، نضغط هوني فيو ادز باش نقومو بنفس الوقت بالاشتغال على نفس المواقع هذه، يعني باش نشاهدو زوز اعلانات وننتظرهم قليلا. هوني يعطيك اربع كوينات، اكثر من اربع كوينات، تضغط هوني على الاعلان تنتظر الوقت ينتهي باش تاخذ المكافأة الخاصة بك انت. نمشيو للموقع الاخر ونضغطو على فيو ادز ونضغطو على الاعلان هذا، يعطيك 2.8 كوين. وننتظروا الاعلانات لين توفى. انتم تجمو كيما معناتها كيما تحبوا، يعني تشتغلوا في موقع فقط ولا زوز مواقع. انا ننصحكم تشتغلوا في زوز مواقع باش تضاعفوا الارباح. كما قاعدين هوني تشوفوا الاعلان هذا، ف نشوفوا يعطيك هوني كابتشر، لازم تضغط على النجوم 4 8 8 نجوم، يقول لك ثانكس. نضغطوا على ريفريش باش نشوفوا انضافت، كانت 137 هوني باش تولي 141 ونكملوا نشتغلوا معناتها في المواقع هذه. نزيد نعمل هوني ريفريش باش نشوفوا قد انضافت لينا، يظل اثنين او كولات 136. في الموقع هذا ارغون كليك يعطيك الاعلانات هذه، يعطيك اعلانات متجدده يوميا ولا حتى كل 15 سوايع. تجم تطل على الموقع هذا وتقوم باستكمال الاعلانات. وهذا زاد موقع فيو اكس بوكس، زاد موقع ممتاز اما يعطيك يوميا، معناتها يوميا يجدد لك الاعلانات كما قاعدين نشوفوا. هون يعطيك مكافئات اكثر، اما الاعلانات تجدد يوميا ماهيش كل ساعه ولا اثنين. موقع فيو اكس بوكس يعطيك مكافئات اكثر من ارغون كليك، تجمع تغلو عليهم الزوز.
كما قلت لكم المواقع بتشابه. الطريقه الثانيه للربح من المواقع هذه هي دايلي بونس، كل يوم يعطيك عطى مكافئات وحوافز، يكفي انك تضغط على البانر هذا ويعطيك مكافأة. نضغط على النافذة اللي جاتنا وهوني تلقاو get a bonus، هوني يقول لعطاك 3 كوين لكن يعطيها لك في معناتها في رصيد الشراء، ما يعطيها لكش في رصيد تجم تخرج الأموال الخاصة بك. الرصيد هذا تجم تعمل به إعلان. كيف ثم طريقة ثالثة اللي هي upgrade package، يعني انك معناتها تقوم بشراء خطة من الخطط اللي يقدمها الموقع هذا. هوني كانت معناتها طريقة مجانية انك تضغط هوني على فري، وهذا نجم نقولوا تعدين كما نجم نقولوا كما قاعد تشوفوا توتال باكج، ويوميا يعطيك يمكن 2-3 كوين من غير ما تعمل حتى شيء، وبعد هوني تجم تضغط على كوليكت ماني باش ينضافوا لك. نرجعوا للموقع الاخر نقوموا بكوليكت ماني باش نشوفوا عمليه مع بعضنا. كوليكت ماني كما قلت لك تمت العمليه بنجاح ونقص الرصيد الخاص بينا، هوني بالطبيعة باش ينضافوا لنا كانت 141 البانر والإحالات. طب هون طولت عليكم في الفيديو هذا حيت مزوز مواقع. هذا الرابط تنسخه رابط هذا وتربح 10% كي شخص مع سجل من الحساب سجل من رابط الإحالة الخاص بك انت وهو قام بعملية إعلان، عملية إعلان في الموقع هذا انت تاخذ 10% من الأرباح اللي هو من الأموال اللي قام بها بإعلان. هوني زاد 5% كي شخص ما تسجل عن طريقك انت تاخذ 5% من الرصيد اللي ضافه في الموقع هذا. يعني تجم نقول صعيبة شوية في نظام الإحالات انك تربح منها العملية هذه. تجمو تزيدوا تشوفوا برشا حاجات في الموقع هذا ما شرحناهمش، تجمو تزيدوا تشوفوا الفايدة. طيب باش نقوموا عملية السحب. عملية السحب قبل ما تمشي للبيت درو تضغط على account setting، account setting وهي ثم زوز طرق للسحب ذول perfect money وبير. هوني تضغط على payment withdraw وتخلي معناتها الرابط معناتها نتاع البير البي هيك ونوامر وتضغط على سيف باش تسجل المحفظه نتاعك في بنك البير وتمشي للويدرو. تمشي للويدرو تشوفوا الرصيد الخاص بي انا 27.78 سنت من دولارات. نمشي للويدرو وهوني نقوموا بنختاروا ال USD باش نزيدوها بعملة الدولار. كما قاعدين نشوفوا هوني مينيمم ويذ مينيمم اماونت 120 كوين، احنا عندنا 141 كوين نجمو نسحبوا، اذا نضغطوا على 120 تالي هي 2 سنت، نضغطوا على ويدرو. هوني يقول لك تمت العملية بنجاح. كما قلنا عندنا 27.78 دولار، نضغطوا على ريفريش باش نشوفوا انضافت الاموال لحسابنا في بنك البير والا لا. وكما قاعدين نشوفوا ولات 27.82 دولار 27.82 سنت من عملة الدولار. يعني المواقع هذه صادقة وتدفع تجمو تشتغلوا فيها باش تشحنوا رصيدكم في بنك البير بطريقة سهلة جدا، ما طلبش مهارات ولا قدرات، فقط تشاهدوا الإعلانات وتربحوا الأموال وتشحنوا حسابكم في بنك البير. كانت هذا شرحنا للمواقع هذه الصادقة لمشاهدة الإعلانات والربح من الإعلانات، الربح للمبتدئين. إن شاء الله نتلقى في فيديوهات قادمة تخص العمل والربح من الإنترنت، مواقع جديدة
مجالات جديدة نقدر نربح منها من الانترنت. واللي عنده أي استفسار وأي تساؤل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية متاعنا عالم أمين على فيسبوك. إلى اللقاء.